بعد قرابة ما يزيد عن العامين من معاناة العالم بأسره مع وباء كورونا وما ترتب عنه من تبعات صحية اقتصادية وسياسية أيضا على المستوى العالمي، وبعد أن تنفس سكان الكرة الأرضية الصعداء ولو بشكل جزئي، وبعد نسيان مسمى كوفيد-19، بعد هذا كله يبدو أن العالم مقبل على الجزء الثاني من وباء جديد بعنوان جدر القرود. فما هو جدر القرود ومن أين مصدره؟ أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أن البلدان المعنية تتلقى التوجيه والدعم بشأن المراقبة والاختبار. جدر القرود ينتشر بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية الممطرة في وسط وغرب أفريقيا. من أعراض الإصابة بجدر القرود الحمى، الطفح الجلدي، وتضخم الغدد الليمفاوية. يبدو أن العالم مقبل على وباء جديد اسمه جدر القرود.